دلوقتي بان التعاون دايما بيثمر عن اعمال الحمد لله لغايه دلوقتي ناجحه جدا. ف ما اعرفش، مش قادر اشبه التعاون بيني وبين يوسف بحاجه معينه او تعاون يوسف معاطي مع عادل امام، لانه مختلف يعني، في اختلاف بين الاثنين كبير يعني. فعلى كل حال احنا شغالين مع بعض طول ما في النجاح ده بيتحقق، وكل طول ما في تفاهم وكده يعني. لكن بالنسبه للخلافات ما كانش في خلافات ولا حاجه، كانت حاجه بسيطه كده وعدت يعني. هو ما فيش حد يعني وجه لكفر بالإيهاب اي الكلام ده، ما توجهش يعني، في الصياد اتقال عليه كده اه، وبرده رقم مجهول اظن، بس ما كانش يعني كلام ما كانش منتشر زي الصياد. لكن كفر الإيهاب ما حدش قال كده. هو ده طبعا ده راجع لان النوعيات اللي احنا بنعملها شبه نوعيات مش موجوده غير في السينما الامريكيه والتلفزيون الامريكي يعني، فالناس بتتصور ان ده يبقى اكيد متاخد منها، لكن ما حصلش قبل كده اطلاقا ان في حد قدر ان هو يثبت الكلام ده، او مثلا يجيب حاجه شبه حاجه اجنبيه خالص، ده ما حصلش يعني. فهو مجرد كلام، وده في الحقيقه في الاول كان بيضايقني، دلوقتي بيبسطني جدا، لان ده بيبقى دليل على ان العمل جيد لدرجه الناس مش قادره تصدق ان احنا اللي عاملينه. من اكتر الحاجات اللي تضحك اللي اتقالت ان هو ان دي قصه حقيقيه وحصلت في قريه في دمياط اسمها كفر الغاب، اللي واحده مش عارف اسمها ايه، فضحكت جدا طبعا، ده كلام مش حقيقي خالص. فدي كانت اكتر حاجه يعني ضحكتني يعني. هو يعني معظم الادوار في الحقيقه جه فيها ممثلين كويسين جدا جدا يعني، سواء هادي الجيار، روجينا طبعا، محمد رياض، يوسف نفسه، اللي عملت دور هند ساره الصايغ كانت عظيمه جدا جدا يعني، دلال، كلهم يعني في الحقيقه فاجئوني ولقيت اداء عظيم جدا مع مخرج متمكن، فيعني كنت سعيد جدا بالتجربه يعني. ما فيش جمله تخيلت انها اتعلق مع الجمهور بالشكل ده يعني. وبعدين اتبسطت بقى بعد كده لما حته اللي هي كذاب نصاب اللي انا حلت على كفر الإيهاب دي، لقيت ناس كتير بتكررها، فيعني ده ما كانش مقصود خالص، ما كنتش متخيل ان هي هتعلق مع الناس للدرجه دي يعني. كذاب انا نصاب، لا انا وحلت على كفر الإيهاب يعني. طبعا اكيد كنت قلقان، لان ده عمل المفروض متصنف رعب وهينزل في رمضان، فما كنتش متخيل رد الفعل هيبقى عامل ازاي. وحاولت ان انا يعني اقنع يوسف ان احنا نعمل حاجه تانية، بس هو اقنعني في الحقيقه يعني. وطبعا الخوف كمان ما كانش بس من رد الفعل بتاع الناس، الخوف كمان من الحاجات اللي انا اضطريت ان انا اقراها واشوفها واتفرج عليها، فيعني حاجه تجربه اظن يعني ان انا مش هكررها تاني. لا طبعا ما بعرفش امثل خالص. مستحيل يعني. انا طبعا بقعد ادي مكان الشخصيات وانا بكتب وانا بالف، لما اجي اقرا السيناريو لحد ومخرجين كتير منهم احمد نادر جلال وشريف عرفه، كل الناس قالوا طب ما تيجي تمثل، بس انا ما بعرفش امثل يعني. جربت كده مره مع احمد كده تجربه كده بسرعه، وبعدين تاكدنا كلنا ان ده لازم ما يتكررش تاني. طب ايه راي حضرتك في المقوله اللي انتشرت في الفتره الاخيره بتاعت شابو ليوسف الشريف؟ لا هو طبعا الفانز بتوع يوسف بيبقوا مبسوطين جدا من اعماله، لانه في الحقيقه مجتهد وفعلا بيعمل حاجات يعني الحمد لله اجمع عليها النقاد والمشاهدين يعني. ما حصلش اطلاقا ان في ناقد طلع قال ده مسلسل سيء او الكلام ده ما حصلش خالص يعني. فالاعجاب بيوسف بقى زي ما يكون ترند يعني، بقى يعني اي حاجه بقى لازم هيعملها يوسف الشريف فتبقى الكواليتي بتاعتها عاليه، فاظن ده معنى الكلمه يعني. حتى لو استخدمت بشكل مبالغ فيه شويه، بس ده برضه في الاخر بيعكس قد ايه هو مجتهد وقد ايه هو بيعمل حاجه كويسه، ونتمنى له دايما التوفيق سواء اشتغل معايا او مع اي حد. بالنسبه لي انا شخصيا في تفاهم، في تفاهم للنوع اللي احنا بنقدمه يعني. من الاول ابتدينا نشتغل مع بعض في رقم مجهول، هو حد مجتهد مطيع يعني، حاجات كتير جدا بتخلي التعاون ده يستمر بالشكل ده. واتمنى ان المسلسل برضه يفضل عاجب الناس للاخر، وان هذا التعاون يثمر دايما عن اعمال جيده يعني. مين السيناريست اللي عجب حضرتك، عجبك شغله السنه دي؟ محمد اسماعيل امين اللي عمل دور الرئيس. انا ما اتفرجتش لسه على كل الاعمال، فمش قادر احدد يعني، انما انا بحب جدا اللي هو محمد ممدوح تايسون، كويس قوي قوي جدا يعني، بحب دايما اتفرج عليه.
لكن انا مش قادر احكم، يعني مش قادر اقول السنه دي ان اللي عجبني قوي، يعني طبعا عجبني جدا ان ياسر جلال رجع تاني بالشكل ده وبقى بيشيل بطوله، وان شاء الله نتمنى له الاستمرار، لكن برضو انا ما تابعتش المسلسلات، مش قادر اتكلم عن حد بعينه يعني، وان كان في طبعا ناس كتير جدا كويسه السنه دي. مش رقم واحد لكن هي لفتت نظري جدا فعمل تاني. انا مش عايز اتكلم على كفر دلهاب هنا بقى، في لا تطفئ الشمس كانت مريم الخشت، دي وجه جديد عظيم يعني، اتمنى لها واتوقع لها يعني مستقبل باهر يعني. والله انا مؤمن بان اي ماده اعلاميه سواء خطبه لدعايه او مسلسل او برنامج لازم يحاول ان هو يشد انتباه المشاهد، يستحوذ عليه، لو فشل في كده هيفشل، لو نجح في كده يبقى الباقي سهل. ان انا اشد انتباه يعني احكي حكايه اللي بيسمعها يبقى عايز يعرف ايه اللي هيحصل، هو ده اهم حاجه. ايه اكتر عمل من اعمال حضرتك بتحبه وليه معزه شخصيه عند حضرتك؟ الصياد، لان انا ما كنتش متوقع نجاحه خالص يعني، كنت متاكد ان هو مش بس مش هينجح، لا انا كنت متاكد انه هيفشل فشل ذريع، وما كنتش متخيل ان هو هينجح بالطريقه دي، وكان كل يوم كنت بتفاجئ، كل يوم يعني كل مع عرض حلقه اولانيه اتفاجئت، الثانيه الثالثه، كل لغايه اخر حلقه كان كل يوم بيبقى الرد الفعل مفاجئ بالنسبه لي. الصياد من الاعمال اللي انا لما بشوفها تاني بتبسط، انا يعني ما انزعجش من اي حاجه فيها ولا بتضايق من اي حاجه بتحصل فيها. فالصياد برضو كمان اشتغلته وعملت العمل ده بعد فتره، كنت وقفت سنه ما اشتغلتش فيها، وكنت حتى فكرت ان انا اسيب الشغل خالص، فلما رجعت بالشكل القوي جدا ده، كل دي ذكريات حلوه جدا مع هذا العمل بالذات يعني، بتخليني دايما بحبه يعني، وحابب الصياد تحديدا يعني. في حاجات كتير عملتها كانت كويسه، بكار، ولاد العم، كل هذه الاشياء حاجات حلوه جدا، لكن الصياد تحديدا له معزه خاصه يعني. طيب احنا عايزين نعرف السوشيال ميديا بتمثل لك ايه؟ والله بالنسبه لي غير بالنسبه لاي حد يعني، انا كاتب وعندي راي، فالسوشيال ميديا بالنسبه لي مش بس وسيله تواصل مع الاخرين، لكن برضو وسيله من خلالها بقول رايي في اي حاجه بتحصل سواء في البلد او في الفن او في اي حاجه. ايه اكتر حاجه بتحبها مثلا بالنسبه لاعمالك؟ مثلا بتحس ان السوشيال ميديا بتجيب لك فيدباك سريع على السوشيال ميديا من اهم الوسائل اللي من خلالها بقدر اتابع رد الفعل على الاعمال باي ذا مينيت يعني، كل دقيقه بيبقى في ابجريد لرد فعل، واحد بعت لي حاجه، عامل لي تاج في حاجه، عامل لي منشن مش عارف ايه، فطبعا ده وسيله هايله لمتابعه رد الفعل يعني. ايه اكتر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك بتحب تستخدمه؟ انستغرام، تويتر، فيسبوك؟ وفيسبوك طبعا، فيسبوك. طبعا اكيد، انا بالنسبه لي مثلا ما عنديش تويتر خالص وما بفهموش، ما اعرفش اتعامل بيه، لكن فيسبوك هو احسن بالنسبه لي كمواقع تواصل يعني. حضرتك مين اكتر حد بتعمل له لايك على كتاباته، بيعجبك طريقته اسلوبه؟ في كتير يعني، عمر طاهر، عمرو سكر، شريف نجيب، الناس دي يعني نادرة لما بختلف مع حاجة بيقولوها، نادرة جدا يعني، وخصوصا عمر طاهر. طيب حضرتك مين اللي انت عايز دلوقتي تعمل له فوك على الفيسبوك انه زي تبعت له تلفت انتباهه، او يعني تعمل له فوك؟ مين ممكن دلوقتي تعمل له كده؟ اكرم حسني، عشان عمل دور حلو قوي في رايح المدارس، فيعني ممكن اقول له برافو عليك، ده كان دور هايل. مين اكتر حد لو جالك منه نوتيفيكيشن او جالك منه حاجه معينه، كومنت مثلا، هو كومنت على حاجه بتبسطك؟ ناس كتير يعني، كل الناس اللي بيتابعوا المسلسل وبيحبوه وما عندهمش اي انتقادات بحب جدا كلامهم. مفيش حد معين بتستنى ان هو مثلا لو نزلت حاجه يديك تعليق؟ الناس اللي انا اعرفهم يعني، مش مفيش حد محدد اقدر اقول لك ان انا هو ده اللي انا مستني مثلا منه رد، الا اذا كان الكلام اللي انا كاتبه مثلا ده موجه ليه، فساعتها هبقى مستني رده. انما بشكل عام في اي حاجه ببقى مهتم برايي مثلا الناس اللي انا اعرفهم شخصيا وزملاء المهنه بشكل عام. ايه حضرتك البوست اللي حضرتك كتبته حسيت او اكتشفت انه انت مش موفق فيه، ما كنتش ينفع ان انت تكتبه؟ كلام ملحوظ السنه دي على عمل من الاعمال الكوميديه، حسيت ان السيناريست اللي كتبه كويس، هو سيناريست موهوب والمفروض انه بيعمل اعمال جيده جدا، وانا شخصيا متابعه على الفيسبوك وشايف ان هو موهوب جدا وكده، فالعمل لما طلع كان مخيب للامال، فانا تاكدت تماما ان اكيد العمل ده ما مشيش حسب السيناريو اللي هو كاتبه.
ان هم غيروا في السيناريو واضافوا افيهات من عندهم، وعشان كده العمل مش ناجح. فكتبت بوست انا بنتقد فيه العمل ده، في ناس كتير من غير ما اقول اسم العمل، ففي ناس كتير تخيلت ان انا بتكلم عنهم واتضايقوا، قالوا انت يعني انت منافس، ما ينفعش ان انت تنتقد. وانا فعلا حذفت البوست ده واعتذرت لهم، وفعلا انا شايف ان فعلا انا ما ينفعش ابقى ناقد وفي نفس الوقت منافس، لان ده ممكن يتفهم غلط وما يبقاش كويس خالص. مين اللي لو عمل حضرتك قاعد على الفيسبوك مستحيل تعمل له اكسبت تقبله؟ يعني مش بكره حد لدرجه ان هو لو عمل لي قاعد على الفيسبوك مش هقبله. انا بقبل، انا بعتبر ان الصفحه بتاعتي على الفيسبوك يعني مش شخصيه على قد ما هي يعني سايت او مثلا مكان عام، فصعب جدا جدا ان انا ارفض اي اد بيك. يعني مين اللي حضرتك عملت له بلوك مثلا بنفس راضيه، يعني حسيتش ان انت ندمان على ده؟ احيانا في اكونتس على الفيسبوك بتبقى باسامي مجهوله، يعني الورده الجميله، لدرجه ان في واحد عملت له بلوك وانا ما كنتش متضايق خالص، كان مسمي نفسه على الفيسبوك زفت الطين، فاضطريت ان اعمل بلوك بصراحه. فيعني طبعا الناس الغامضه دي ما ينفعش، وخصوصا ان ساعات بيخش وبيتكلم وبيقول رايي. لا يعني اذا كنت عايز تقول رايي وبقى له حيثيه فعلا لازم نعرفين انت مين او انت مين، انما غير كده ما بسمحش بده. يعني هل في الحلقات اللي جايه هيكون في رعب ولا لا؟ اكيد لغايه اخر حلقه، لغايه اخر مشهد في اخر حلقه، لان ده النوع بتاع المسلسل، فهو على قد ما قدرنا حافظنا على النوع ده، على مواصفات النوع ده، يعني زي ما عمل كوميدي لازم يبقى بيضحك للاخر، فده عمل رعب، فهيبقى في مشاهد رعب للاخر. حضرتك بتقول للمشاهدين ان في رعب؟ اكيد لغايه اخر مشهد. مشاهد اسمه عبد الرحمن مصطفى بيسال حضرتك، هي البنت اخت بشر حامل ازاي؟ هو برضو السؤال ده سؤال كويس جدا وكل حاجه طبعا، بس برضو احداث المسلسل بتجاوب على السؤال ده، يعني في احداث المسلسل ما يفسر هذا الامر يعني، وخصوصا قدام شويه، فهو اظن حتى حلقه النهارده او بكره هتبين ده جدا. سيد احمد عادل بيقول لك لو المسلسل انتهى نهايه مأساويه ساعتها اللعنه هتصيب الفريق كله، فريق العمل كله. ولا يهمها ريحانه ولا هند ولا حتى الطبيب نفسه. النهايه المأساويه اللي يمكن اصيبها المشاهد يعني او اللي بيسال السؤال هي ان المسلسل انتهى نهايه مش حلوه، فانا بطمنه لا ان شاء الله هتنبسط من النهايه. مشاهد اسمه مختار مساج بيحيي حضرتك جدا على العمل ويقول قد ايه هو عمل جميل وصفق في تاريخ الدراما المصريه والعربيه، بس بيقول لحضرتك ان اللهجه في المسلسل عاميه قوي، فهي مضيعه الاحساس بالرعب اللي هو المفروض يوصل يعني الى حد ما، مضيعه الاحساس. حضرتك شايف ان هو لو كان باللغه العربيه كان بالنسبه كبيرة كان ممكن يكون احسن، كان ده يجيب؟ لا 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 خالص، لا لا مستحيل، يعني ده ما كانش خيار اطلاقا قدامي. ليه؟ لان ده احنا مش اول ناس نعمل كده، يعني الف ليله وليله في نماذج كتيره جدا منها ناجحه اتعملت كانت باللغه العاميه عادي، يعني غير كده مثلا فيلم زي امير الانتقام بتاع انور وجدي كان باللغه العاميه، مسلسل العهد اللي اتعمل في جو شبيه بالاجواء اللي احنا اخترناها للمسلسل او يعني اللي هو اللا مكان ولا زمان ده كان باللغه العاميه، فالناس ما انزعجتش. فاحنا انا مستغرب، وكان الانطباع ده يمكن اتاخد عن اول حلقه اول حلقتين، بس بعد كده الناس اتعودت يعني، لكن ما كانش اطلاقا ينفع خالص انه يبقى لغه عربيه فصحى، مستحيل ما كانش ينفع، والا كنا نبقى قاصدين عصر معين، احنا قاصدين ان احنا نتكلم باللسان الحالي المعاصر جدا بس بازياء وبتفاصيل حياه منتمي الى عصر اخر، علشان ما نرتبطش باللي بيحصل النهارده بشكل واضح يعني.